ولا زالت أزمة نقابة الصيادلة مستمرة بأشكال أخرى. النهاردة مجموعة من الصيادلة تظاهروا أمام دار الحكمة للمطالبة بإعادة التكليف وضمهم لقانون تنظيم شؤون المهن الطبية. كاميرا مصر فيهم كانت هناك واستمعت لمطالبهم. نشاهد. للمطالبة بإعادة التكليف ومساواة الصيادلة العاملين بوزارة التعليم العالي والاستثمار وهيئة التأمين الصحي بزملائهم بوزارة الصحة، نظم الصيادلة الحكوميون وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة صباح اليوم، وذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للصيادلة. هذه الوقفة وقفة احتجاج وصرخة ألم وصرخة استغاثة برئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو بأي أب شرعي يتبنى مهنة الصيدلة في مصر اللي هي ملهاش أب شرعي إلى الآن. في صيادلة سابوا وزارة الصحة عشان يفتحوا صيدليات، وبعد كده صدر قرار إن يجوز للصيادلة الحكوميين أن يمتلكوا صيدليات، فبالمساواة بيهم من حق هؤلاء الصيادلة إن هم يرجعوا مرة أخرى للتكليف. إحنا عايزين بس الإنصاف للصيدلي الحكومي، وعايزين إنصاف للصيدلي اللي فاتح صيدلية في السوق اللي ما استفادش من القانون 14 يبقى له مميزات. مقاطعة شركات التوزيع وخاصة الشركة المتحدة نتيجة إن هم بيضغطوا على الصيدلي وعايزين يقللوا نسبة الخصم، ولو سمحنا بكده هتبقى المسألة في تطور أكبر من كده. إحنا مش متساويين في الكادر مع الناس التانية، أصحاب المهن الطبية تانية زينا زي الأطباء والأطباء الأسنان والأطباء العلاج الطبيعي. إحنا مشكلتنا إن إحنا تابعين لوزارة التعليم العالي، جينا طالبنا بحقنا من وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم العالي قالت أنا آسف مش أنا اللي بدي الترخيص، أنتوا تبع وزارة الصحة. لجأنا لوزارة الصحة حضرتك، بالتالي ردت علينا قالت انتوا مش تبعي، انتوا تبع التعليم العالي. احنا الوقت تايهين، لا الوزارة دي قبلنا ولا الوزارة دي قبلنا. ساعة ما قالوا ان احنا هنعمل حاجة لأعضاء المهن الطبية كان المفروض ان تعمل كادر للناس كلها، ما يتفرقش بقى في الصحة او في الجامعة او في التأمين. وكان من المقرر في هذه الجلسة بحث إجراءات ضد شركات توزيع الأدوية لقيامها بخفض نسب الخصم النقدي، حتى شهدت الجلسة انسحاب الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة من الجلسة ثم رجعه مرة ثانية. أنا فاضل لي خلاص فاضل شهر وتجرى الانتخابات، لو فرض إن النقابة ما عملتش أي خدمة للصيادلة لمدة شهر فأنا يعني الدنيا مش هتوقف. بعد شهر وشوية هيجي نقيب، أرجو إن القاعدة الصيدلية تختار نقيب أحسن مني 1000 مرة عشان يقدم الخدمات للصيادلة. المطالبة بإعادة التكليف والمساواة ومطالب أخرى عبر بها الصيادلة في هذه الوقفة الاحتجاجية في انتظار استجابة مجلس الوزراء لهذه المطالب. محمد سعد، قناة دريم. على الهاتف معي دكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا، أهلا بيك. هل تصريحات النقيب النهارده بتدل على ان في طريق مسدود كده حضراتكم وصلتوا له في مجلس النقابه مع المحتجين ولا ايه؟ لا طبعا، ده احنا النقابه كلها مسخره لخدمه المحتجين لان هم بيحتجوا عن حق. اذا كان دكتور عبد الجواد فشل في مده حكمه فمش هذه قضيتنا، بس انا ارجو ان عليك النهارده في الكلمتي دي اركز على الظلم والعداله الاجتماعيه الغائبه عن نقابه الصيادله وعن الصيادله. كل ما تيجي تقرب من نقابه الصيادله تهرب. عندنا قرارات بتقصي صيادلة المستشفيات الجامعية وصيادلة التأمين الصحي والمستشفيات الطلبة بإجراء غير دستوري، يعني قانون ينصف يدي للموظف أو صيدلي في وزارة الصحة 1500 جنيه، نظيره الصيدلي الثاني اللي حظه العسر قاده إلى المستشفيات الجامعية بيديله 500 جنيه. فاحنا بنتكلم في عداله اجتماعيه، بنتكلم هل العداله الاجتماعيه وغيابها ده يا فندم مساله خاصه بس بقطاع الصيادله ولا هو موجود بشكل، يعني في احتجاجات الاطباء عندهم شكاوى مماثله وغيرها من القطاعات الطبيه؟ القطاع الطبي من اكثر القطاعات التي تعاني ظلما واجحافا، واحنا قطاعات غير منتجه بالفلوس، احنا مش قناه سويس ولا كهرباء بنجيب فلوس، بس احنا بنقدم خدمات ارقى من هذا. احنا طب ايه اللي النقابه كانت تقدر تقدمه وما قدمتهوش؟ يعني ان النقيب يضطر ان هو ينسحب ويرجع مره تانية وان هو يقول والله انتخبوا نقيب احسن مني، هل معنى كده ان النقابه كان في ايدها كان ممكن تعمل حاجه افضل من كده وما عملتهاش؟
النقابة يا فندم خاضت مفاوضات مع وزارة الصحة في خلال السنتين الماضيتين مع المسؤولين في الدولة، وخدنا قرارات من رئيس الوزراء ولم تفعل. يعني هل احنا لما بنقول في قرار لعودة المكلفين عندنا قرار برجوع 370 صيدلي درجاتهم المالية موجودة، وقالوا هيتوزعوا على اماكن نائية، كل ده وافقنا عليه، ويجي بعد كده وزارة المالية تفشل هذا القرار. النقابة يا فندم بتعمل، بس احنا كجهة مجتمع مدني لا نجد التعاون المناسب ولا نجد تفعيلا للقرارات الوزارية، وما اكثرها ان هي حبرا على ورق. نرجو ان لا يصل الصيادلة الى وضع يعني نحتاج فيه تطوير للفاعليات دي الى 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 اوضاع احنا مش حابينا في هذا الوقت اللي احنا كلنا واقفين فيه ورا الرئيس السيسي ورا السيد محلب في دعم الاقتصاد مصر ومراعاة لحساسية الموقف في البلد دلوقتي، لكن احنا بنطالب بقرارات معظمها لم تكلف الدولة مليما لكنها بتغمض الطرف عنا، فمش عارف هيبصلنا امتى والعدالة الاجتماعية هتجينا امتى. اما موضوع النقيب فده نقيب امضى 25 سنة من عمره تقريبا في النقابة في مختلف الاوضاع القانونية في النقابة من وكيل او عضو مجلس الى نقيب، لكن هو في تعارض شديد جدا بين كونه صاحب شركة وبينه ونكون نقيب. عشان كده في نوع من الرفض ليه للصيادلة. نرجو للصيادلة في اللي جاي في النقيب القادم ان يحسنوا الاختيار وان يكون عندنا فعلا نقيب يعبر عن المجموع الاعظم من صيادلة مصر. شكرا جزيلا دكتور محمد.